إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام 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 على خير الأنام وسيدي، سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد. بشير النذير هاشمي مكرم رؤوف عطوف من يسمى بأحمد. سلام 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 على سيف النبوة حيدر يا علي، سلام على سيف النبوة حيدر وصي رسول الله في كل مشهد، سلام على الزهراء سيدة النساء وسبطي رسول الله ذاك المؤيد، بحبهم أرجو السعادة والنجاة، بحبهم أرجو السعادة والنجاة، إذا ما حان مني الموت في غدوة الغد خذوا بيدي يا آل بيت محمد. بعد الثانية بأعلى أصواتكم. حب الزهراء الثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. متباركين إن شاء الله بهذه الليلة المباركة، ليلة المبعث النبوي الشريف، بعثة رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الليلة ورد فيها روايات كثيرة، راح أذكر لك بعض هذه الروايات. ويوم المبعث النبوي 27 رجب ورد أيضا فيه روايات كثيرة في بركة هذا اليوم. ما راح أطول عليك بالكثير، أتكلم وياك بالكثير 10 دقائق. شوفوا أخواني، هناك اختلاف في يوم 27 رجب، هل هو يوم المبعث النبوي الشريف أم يوم الإسراء والمعراج؟ شوف هالعشر دقائق إن شاء الله إذا خلصنا منها راح تعرف شنو الفرق بينهم، وراح تعرف أيهما الأصح، أنه يوم المبعث لو يوم الإسراء والمعراج، وراح تعرف ليش إذا كان يوم الإسراء والمعراج ليش هو الأصح،
وإذا كان يوم المبعث ليش هو الأصح؟ طيب فالتفت لي شوي أعطيني انتباهك. أولاً خب تعرفون المبعث النبوي الشريف هي الحادثة التي وردت عندنا في الروايات بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعبد في غار حراء، وهذه عادة الأنبياء التحنث، أو بتعبير اليوم الفلسفة الشرقية التأمل، التحنث أي أنه كان يعتزل قريش بعيدا، يمشي مسافة ويصعد الجبل. اللي منكم راح إلى مكة المكرمة رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام، فاللي راح هناك صعد الجبل، هل حج رحت الجبل هناك صعدت؟ هنيئا لك، هنيئا لك، تقبل الله. يعني أنا أتذكر يوم رحت تقريبا خذينا أكثر من نص ساعة فقط نصعد الجبل، فما توصل هناك فوق وأنت بقمة شبابك إلا ومنهك وتعبان. وما زال موجود الكهف اللي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد، وعجيب ما شالوا، يعني لو بيدهم أتوقع هم كان طموا حطوا عليه جابوا شو اسمه حطوا تراب وشالوا الأثر تماما. ما زال موجود موضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يأخذ طعامه وشرابه ويعتزل قريش ويبتعد عن الناس ويتحنث أيام في غار حراء بعيد عن الناس. وذاك اليوم نزل عليه جبرائيل وقال بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا بدأت بعثة رسول الله لما بلغ الأربعين، يا محمد أنت نبي بعثك الله للأمة. هذا لو قلنا البعثة. الإسراء والمعراج لا، موضوع ثاني. الإسراء والمعراج بعد النبوة بأيام أو بسنوات أو بأشهر حدثت حادثة بأن الله عز وجل أسرى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى عرج به إلى السماء السابعة. هذه واحدة من فضائل وكرامات رسول الله ومقاماته العليا. شلون تقول لي شلون ما حصلها أحد من الأنبياء؟ لاحظوا إخواني، من أعظم الأنبياء من أولي العزم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو إبراهيم عليكم السلام ورحمة الله. تفتولي هذه النقطة تحتاج دقة شوي، خلي بالك يا رحمة الله عليك. من أعظم الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبينا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم الله عز وجل يقول بلغ درجة اليقين، بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الآن هذا الحديث بين قوسين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليش؟ ليكون من الموقنين. الله عز وجل يقول ردنا نعطي إبراهيم مقام عالي من اليقين، فأريناه ملكوت السماوات والأرض. شنو يعني الملكوت؟ عندنا عالم الملك وعندنا عالم، جاوبوني، عالم الملك وعالم ملكوت. عالم الملك هذا العالم الملموس اللي تراه بعينيك وتلمسه بيدك. عالم الملكوت عالم غيبي، يعني عالم الملائكة، عالم الجنة والنار، عالم القيامة، عالم الجن، عالم هذا ملكوت غير ملموس هذا العالم. الله عز وجل يقول إبراهيم حتى نرفع درجة اليقين عنده، وكذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، كشفنا له ذلك العالم فصار من الموقنين. لكن نسأل سؤال، نقول أي درجات اليقين بلغها إبراهيم؟ تقول لي ليش اليقين هم درجات؟ أقول لك نعم اليقين هم درجات. قالوا علماءنا اليقين من القرآن الكريم على ثلاث درجات. بسم الله الرحمن الرحيم، هسه اقرا لك هذه الايات وشوف انت يا درجه. كلا لو تعلمون علم، اي واحد اول درجه يا درجه ما حيساعد. كلا لو تعلمون يخليك وياي، علما يقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. اذا عندنا درجه علم اليقين ثم درجه عين اليقين. وفي آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم في الواقعة فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. شوف عندنا ثلاث درجات، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، شو الفرق بينهم؟
قالوا إذا آمنت بشيء من خلال أثره هذا علم اليقين. أنت قاعد ببيتك وشفت الدخان وشميت رائحة دخان من بعيد، تعلم من خلال هذا الأثر الدخان أن هناك حريق أو نار. شفت النار؟ ما شفتها، لكن من خلال الأثر علمت بأن هناك نار. قالوا هذا علم اليقين، احفظها، أريد أوصلك إلى نتيجة. قالوا هذا علم اليقين، أن ترى أثر الشيء دون أن ترى الشيء نفسه. زين، وإذا قمت أطلعت من غرفتك ورحت إلى مصدر النار ورأيت النار بعينيك، هنا تحولت درجة الإيمان واليقين عندك إلى أعلى، من علم اليقين إلى عين اليقين. أحسنت، بارك الله بك، شفتها بعينك النار. ومرة لا تجي تمد إيدك فتحرقك النار، هنا بعد لو يجيك 1000 واحد يقول لك ترى هذه مو نار وما تحرق، قل له لا، ليش؟ قل له لأن أنا عشت النار وأحرقت بالنار فبلغت درجة حق اليقين وهي أعلى الدرجات. زين، نرجع للآية، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. أسألكم، إبراهيم أي درجة من درجات اليقين بلغ؟ علم اليقين، لو عين اليقين رأى، لو حق اليقين. يلا منو يجاوب؟ إبراهيم رأى ملكوت السماوات والأرض، الله كشف له فرأى. أحسنت، من اللي قال عين اليقين؟ تستاهل قبلة على الرأس. عين اليقين الدرجة الوسطى، لأنه رأى ملكوت السماوات والأرض، رأى كما أنت طلعت من غرفتك ورأيت النار بعينك، هذا عين اليقين الدرجة الوسطى. لكن أسألكم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي درجة بلغ؟ ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فدنا فتدلى فكان قاب قوسين. هل اطلع على ذلك العالم أم وطأ برجله السماوات والجنة؟ صد، فبلغ حق اليقين، مو بس رأى مثل إبراهيم الله يقول راوينا بس، لكن رسول الله وطأ برجله ذلك العالم ووصل إلى درجة قال له فيها جبرائيل، يا محمد أنا لو أتقدم قيد أنملة لاحترقت، روح أنت تقدم. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاي كلها بين قوسين، أظن راح تكمل لعشر دقائق، بعد نطول 3 دقائق. أكو خلاف هذا اليوم غدا هو يوم المبعث، عرفنا شنو يعني المبعث، أم يوم الإسراء والمعراج؟ لا، إحنا نقول الصحيح، الصحيح إحنا يعني علمائنا، الصحيح أن يوم 27 رجب هو يوم أحسنت المبعث. واحد يسألك ليش؟ ل3 أسباب، احفظها. حتى إذا واحد ناقشك أو سألك أو استفسر من عندك ليش تعتبره يوم مبعث مو يوم إسراء ومعراج، قل لي أسباب 3. السبب الأول إخواني، أن يوم المبعث تقريبا متفق عليه عند علمائنا هو 27 رجب، كل علمائنا في كتبهم أغلبهم قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعطي الرسالة يوم 27 رجب، هذا تقريبا متفق عليه. لكن تعال للإسراء والمعراج، أوه ما شاء الله عندنا اختلاف بالرواية، بعضهم يعني اختلاف عندنا باليوم، اختلاف بالشهر واختلاف بالسنة. بعضهم قال بالربيع، شهر ربيع السنة الثانية للهجرة، بعضهم قال لا في رجب 27 السنة 12 للهجرة، بعضهم قال في شهر رمضان السنة الفلانية. عندنا عدة آراء مختلفة، بينما المبعث متفق عليه يوم 27، فإحنا نحيي مناسبة المتفق عليها أفضل من المناسبة المختلفة فيها. أيوة، ثانية، هاي السبب الأول. السبب الثاني، أسألكم أيهما أهم كحادثة أساسية أصلية في الإسلام؟ هل هي حادثة المبعث أو الإسراء والمعراج؟ إسراء أهم المبعث؟ يقول قناعتك، لا لا تخاف، قول قناعتك. الإسراء، إذا الإسراء نناقش ليش الإسراء، إذا المبعث من ناقش
المبعث أساس بعثة النبوة. الله قال له يا محمد أنت من اليوم بديت نبي، شغلتك نبي تبلغ الناس. الإسراء رحلة إعجازية من الله عز وجل لرسوله الكريم، تكريم لرسول الله. أيهما أساسي في الدين وفي الإسلام؟ المبعث. طبيعي المبعث، مبعث أساس. أنت إسلامك ودينك بدأ من ذاك اليوم، ومن يوم الإسراء والمعراج قرآنك ودينك وعقيدتك بدأت من ذاك اليوم، يوم المبعث النبوي الشريف. فإحنا نحيي الأهم، وإن كانت الإسراء والمعراج حادثة مهمة، لكن نحيي الأهم. ثالثا إخواني، السبب الثالث وأختم به، أن الروايات الواردة وسأقرأ لك بعضها التي بيّنت فضل هذا اليوم. يعني يجي الإمام يقول ترى هذا خوش يوم، هذا يوم فيه بركة، وهذا يوم كذا وكذا، إنما بيّنت ذلك بلحاظ أنه يوم المبعث مو يوم الإسراء والمعراج. يعني يقولون أن اليوم مستحب الصيام، تالي الإمام يعلل يقول لأن هذا اليوم فيه بعثة رسول الله صلى الله عليه. خلي أقرأ لك كذا رواية عن أئمتنا عليهم السلام وشوف كيف يصفون هذا اليوم وبأي لحاظ. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لا تدع صيام يوم 27 من شهر رجب. سيدي ليش مستحب الصيام يوم 27؟ قال: ففيه، ما قال أسرية، قال: ففيه بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، وصيامه يعدل صيام 60 شهرا. هاي نموذج، قال مستحب الصيام مو لأن إسراء المعراج، بلحاظ المبعث. رواية أخرى عن الإمام الجواد، بس أكتفي بروايتين. ثانية يقول: إن في رجب، إمام الجواد، ليلة هي خير للناس مما طلعت عليه الشمس. أبرك ليلة هي هذه الليلة في شهر رجب، وهي ليلة 27 منه. ليش سيدي ومولاي؟ قال: نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صبيحتها. يعني مثل باكر الصبح ينزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. تالي يقول الإمام: وإن للعامل فيها أصلحك الله من شيعتنا مثل أجر عمل 60 سنة. بركة هذا اليوم. الله يقول أيام ثانية تصلي بيها تصوم أعطيك أجر، بس يوم 27 لأن يوم مبارك أضاعف لك الأجر، أخلي مثلا كذا مكان 6 أشهر مكان 60 سنة وهكذا. إذن أخوان أعيدها حتى تحفظها مرة ثانية. قلنا بأن الاحتفال بالمبعث أولى من الاحتفال بالإسراء والمعراج بثلاثة أسباب. السبب الأول: المبعث النبوي الشريف متفق عليه في تاريخه ووقته، بينما الإسراء والمعراج مختلف عليه. ثانيا: المبعث النبوي الشريف أهم وأكثر تأصيل وأساس ومصيري في حياة المسلمين من الإسراء والمعراج، ونحن نحتفل بالأهم ونقدم الأهم على المهم. ثالثا: أن الروايات التي وردت عن آل البيت عليهم السلام في بركة هذا اليوم إنما وردت بلحاظ أنه يوم مبعث وليس بأنه يوم إسراء ومعراج. إذا اتضحت الأمور، الآن أريد من عندكم 3 صلوات بأعلى أصواتكم: اللهم صل على بحبك خافقي غنى وأنشد، بحبك خافقي غنى وأنشد، بحبك خافقي غنى وأنشد، كطير فوق غصن البان ضرد. ايه شجعوني بهذو الناس. لمن قد قال في الإنجيل عيسى رسول سوف يأتيكم فسبحان. يلا تريد تصلي صلي على محمد. اللهم صل على محمد. فسبحان الذي
أسرى بعبد له ليلا ليصعد أي مصعد عليه وآله صلوا جميعا بمبعث سيد الكونين أحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانية بأعلى أصواتك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أي والله علينا 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 يا شرق نورك يا ابو الزهراء. لا تشجعون. شرق نورك يا ابو الزهراء علينا 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 وبهالنور على العالم علينا وبهالنور على العالم علينا علينا فخر انت وابن عمك علينا علينا للأمة المسلمة الأحمدية. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اي والله ولمها ولمها روحي 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 اليوم طابت من ولمها روح اليوم طابت من إن شاء الله كل ألم كل ألم يزول عنك بس تطلع من باب الحسين. إيه والله ولمها ولمها روح اليوم طابت من ولمها وبهالنور ايه ابو القاسم دول روحي ولمها الأمة مشتتة كانت ولمها ايه والله الأمة مشتتة كانت ولمها تحت ظل الرسالة العالمية. وانهار وانهار الكفر ما عرف قبلك ليال انهار وانهار اي 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 الكفر ما عرف قبلك ليال وانهار وانهار هو هو بزودك هبل ولات وانهار وبزودك هبل ولات وانهار يمن انت النبع للدين وانهار اهل بيتك اهل بيتك نس الحاميل حمية. صلوات صلى على محمد هاليوم هاليوم نهني المنتظر هاليوم هاليوم نهني المنتظر هاليوم هاليوم نهني المنتظر هاليوم هاليوم نهني المنتظر هاليوم هاليوم بزغ بدر الفرح والبهجة بالكون صفت قوس وقزح والبهجة بالكون صفت قوس وقزح قلب الموالي يا ابو الزهرة انشرح ويردد بصوت هلا بخير البشر هاليوم هاليوم نهن المنتظر هاليوم هاليوم نهن المنتظر
هاليوم هاليوم بزغ بدر الفرح والبهجة بالكون صفت قوسو صفت قلب الموالي يا ابو الزهرة انشرح ويردد بصوت هلا بسيد البشر اليوم نهني المنتظر نهني المنتظر هاليوم هاليوم نهني المنتظر بالارض افراح مسروا بالسماء بالارض افراح مسروا بالسماء والخلق هاليوم سعيدة وباسمة مبروك مبروك يا والد فاطمة مبروك مبروك يا والد فاطمة يا ضي العيون يا أغلى من النظر هاليوم هاليوم نهني المنتظر هاليوم هاليوم نهني المنتظر بالأرض أفراح مسروا بالسماء والخلق هاليوم سعيدة وباسمة مبروك مبروك يا والد فاطمة مبروك مبروك يا والد فاطمة يا ضي العيون يا أغلى من النظر هاليوم هاليوم نهني المنتظر هاليوم هاليوم نهني المنتظر يا ضي العيون يا مصباح الهدى ميلادك ارواح مهجنا معيده يا زين الاخلاق فرحنا نعاوده واللي يواليك يا ابو الزهره ابتشر هاليوم هاليوم نهني المنتظر هاليوم هاليوم نهني المنتظر هاليوم هاليوم نهني المنتظر هاليوم هاليوم يل نفتخر بيك على باقي الملا مرحبا ناديك يا هادينا وهلا دربك يا مختار عهدنا نواصله ونعاهد وياك أئمة اثني عشر هاليوم هاليوم نهني المنتظر ونعاهد وياك أئمة اثني عشر هاليوم هاليوم نهني المنتظر هاليوم هاليوم نهني المنتظر للوصل موعود اجينا نباركه يا صاحب العصر والزمان للوصل موعود اجينا نباركه وبفرحة اليوم جمعنا نشاركه ننتظر ملقاه وعهده ما نتركه وننتظر ملقاه عهد ما نتركه يا ريت هاليوم ابو الغيرة يحضر هاليوم هاليوم نهني المنتظر هاليوم 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 نهني المنتظر وقبل رسول رسول اشتم عطر خدك اي والله وقبل رسول اشتم عطر خدك والله ما اعبر هالبيت الا اذا الكل جاوب اي والله رسول اشتم عطر خدك رسول اشتم عطر خدك وقبله ويظل نورك بعد ادم يظل نورك بعد آدم وقبل صلاة انت صلاة انت صرت إلنا وقبل نصلي عليك نصلي عليك كل صبح ومسيه
وحيكم وحيكم اجيت اليوم اهنيكم هاي وحيكم انا اجيت اليوم اهنيكم وحيكم عالي عالي الشان ميتكم وحيكم عالي الشان ميتكم وحيكم نزلكم دوم حبنا اي والله ديرتكم ايش قد حبنها اي والله الكور ايش قد حبنها وحيكم وحيكم ليش يا خدام يا خدام فاطمتي يا عزتي يا بها كورة شو ما عندها اي والله وحيكم وحيكم اجيت اليوم اهنيكم وحيكم وحيكم عالي الشان ميتكم وحيكم نزلكم دام حبنا وحيكم وحيكم تخدام فاطمتي عزتي اللهم صل على محمد وآل محمد اي والله نفسي على ذكر اسم المرتضى طربت أمير المؤمنين ما نذكره ما يصير نفسي على اسم المرتضى طاربت وفي سفينة أهل البيت قد ركبت هويتي علوي النهج قد كتب لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن من ثديها ردحا من الزمان رضعت من ثديها ردحا من الزمان حتى نما حب آل البيت في بدني وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن البنين ببيتها ببيتها وجنينها في بطنها متوثب الحركات والله صور يعني الصورة أم البنين ببيتها وجنينها في بطنها متوثب الحركات تلقى الحسين إذا أتاها زائرا فتقوم واقفة تحيي الآتي بس يدخل عليها الحسين قم توقف أم البنين
بيتها وجنينها في بطنها متوثب، حركاتي تلقى الحسين إذا أتاها زائرا، فتقوم واقفة تحيي الآتي، فيقول يا أمه لا تتوقفي. ثم أنت حامد قلبي حسيني قلبي. فيقول يا أمه لا تتوقفي، فتجيبه يا سيد الجنات إن الجنين يقول قومي وانهضي، إن الجنين يقول قومي وانهضي لأخ سيمنحني غدا راياتي. بالأخوة ويا علي مقياس، محمد بالأخوة ويا علي مقياس، عليهم تشهد وتبصم جميع الناس، ياهو المثلهم صار رفعت راس راس، مثلهم بالأخوة حسين والعباس، والغيرة تموت بطاريهم، 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 والغيرة تموت دام جبنا اسم العباس. 70,000 وي 70 يا اهل العقل ما تنقص، اي والله 70,000 وي 70 يا اهل العقل ما تنقص، وخلي نشوف يا 70 قامت تطق راس براس، اي والله خلي نشوف يا 70 قامت تطق راسب، والله لو 100,000 وياهم ما يرجف قلب عباس، ولو بيهم خير يلاقون، لو بيهم خير يلاقون، لو بيهم خير يلاقون، لو بيهم خير يلاقون، افضل الصلاة والسلام عليك يا رسول.